بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأشبال. من أول يوم لينا هنا في الأشبال وكان كل هدفنا هو الروح الرياضية والأخلاق في ملاعبنا. مرينا بمرحلة سيئة لكن خلاص بقى في واقع جديد. مجلس الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب يزور نادي الزمالك أمس في مشهد رائع يؤكد على قوة العلاقة بين الناديين الكبيرين. التنافس هيفضل موجود لكن بشرف وأخلاق، وطول الوقت ده اللي بنحاول نغرسه في ولادنا وشبابنا، العب واجتهد واكسب لكن بشرف وروح رياضية. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك على حفاوة الاستقبال، وشفنا وزي ما احنا بنشوف دلوقتي معانا مشاهد جميلة تؤكد على شعبية الكابتن محمود الخطيب اللي كل الناس بتحبه وتقدره في كل مكان. مرحلة جديدة للكرة المصرية على وجه الخصوص، لازم يبقى شعارها الانضباط والالتزام والمنافسة المحترمة بين كل الأطراف علشان يبقى بنقدم وجه جميل لمصرنا الحبيبة. زي ما احنا بنشوف دلوقتي دي مشاهد، بالأمس ناس قالت دي مشاهد تاريخية ولقاء استثنائي بين الأهلي والزمالك، لكن عايز أؤكد لحضراتكم إن هو ده الطبيعي وهو ده العادي. اللي ما كانش استثنائي اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده، لكن ده الطبيعي وده العادي إن نشوف الأهلي ومجلس إدارته في الزمالك، ونشوف الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه كمان في الأهلي. ده اللي احنا كنا بنقوله من ايام لما فرق الناشئين والشباب في الاهلي بتلعب في الزمالك وكان فيها استقبال وحفاوه كبيره. ونفس الكلام لما لاعبي الزمالك من الناشئين كانوا بيلعبوا في الاهلي ويشوفوا استقبال وحفاوه كبيره. الاهلي والزمالك يا جماعه قيمه كبيره جدا في الرياضه المصريه. طبعا معاهم الانديه الشعبيه. شوف الكابتن حسين لبيب وكل مجلس اداره الزمالك. شفنا عدد كبير امبارح، بنشكر كل الصحفيين وكل السوشيال ميديا وكل الإعلام وكل القنوات اللي غطوا الحدث ده، إن ده بيعبر عن صورة مصر، مصر الحاضر ومصر المستقبل ومصر التاريخ اللي اتبنى رياضتها من خلال الأهلي والزمالك. شفنا قبل كده وإحنا بنشوف مشاهد وإحنا معانا دلوقتي على الهواء كل مجلس إدارة النادي الأهلي وكل مجلس إدارة الزمالك، وفي اللقطة الأخيرة وفي الصورة الأخيرة وبنشوف الانسجام، وبنشوف ان بعض افراد من مجلس اداره الاهلي وهم واقفين جنب الزمالك والزمالك هم واقفين جنب الاهلي في الصوره التذكاريه وفي اللقطه الاخيره. هي دي الصوره الحلوه وهي دي الصوره المضيئه اللي هتفضل.